لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. أحسن واحد طبيعي دليل على كلام الإمام مالك هذا، لأنه عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إذا يعني سال أي عضو من أعضاء الإنسان دم بطل إيه؟ الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. لكن إحنا الدليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يقطعوا الصلاة ولم يعيدوا الوضوء لنزول الإيه؟ الدم من الأنف. هذا هو الدليل. ده باب في المواطن اسمه باب الرعاف. كما روى الإمام مالك بسند عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطب أصابعه ثم يفتل ثم يصلي ولا يتوضأ. تخطب يعني كأنه معمولة بالحناء بس لا بالدم. كان الأنامل يعني فيها دم كالحناء، فكان يفتلها. وسالم بن عبد الله بن عمر هو من التابعين، وسيدنا مين ثاني؟ سعيد بن المسيب رضي الله عنه في باب العمل في الرعاف قبل الوضع قال الإمام مالك بسنده عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال رأيت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه، يعني تتلطخ بالإيه؟ بالدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ، يعني أن الوضوء لا يزال إيه؟ صحيحا. هذا هو الدليل. وبرضه سيدنا عبد الله بن عباس الإمام مالك روى بلاغا قال بلغني أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرعف أو يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى كما سيأتي. الراشح حكم الرعاف الراشح الفتل بأن يدخل من هنا كما قلنا ويعرف، ويندم أن يكون الفتل بأنامل أصابع اليسرى والعليا، الأنامل العليا يدخل كل إصبع من الأربعة الأنملة العليا ويفتلها مع الإبهام هكذا، يعني كل واحدة يمسح ويفتك. فإن انقطع الدم تمادى على صلاته. إذا انقطع الدم لأنه الراجح يعني غالبا يعني بينقطع مع الفتل يعني. قال حتى وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم، اللي هو الدرهم الايه؟ البقي، الدائرة السوداء اللي في ذراع الفرس. وطبعا يستحب أن يمسح بالايه؟ يمسح الدم ويفتله باليسر. ليه؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كما في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه وطهوره، يعني كل شيء طاهر يجعله ايه؟ لليمنى، ويجعل اليسرى لامتخاطه واستئناره واستنجائه، يعني
دائما اليسرى تستعمل في ايه؟ في النجاسات والاشياء المستقذره. يعني مثلا لما يجي مثلا يتمخط ما يمسكش ايه؟ بيده اليمنى، انما يمسك بيده اليسرى. يزيل النجاسه كذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ان يمسك الرجل ذكره بيده اليمنى وهو يستنجي او وهو يبول، وهو يبول. يعني دائما اليمنى دي خليها بعيد عن الاشياء المستقطعه. عشان كده الشيخ قال: ويندم ان يكون الفتل بانامل اصابع اليسرى والعليا. يبقى اذا الراشح حتى ولو زاد ما في الانامل على الدائره اللي هي الدرهم لا يقطع الصلاه. قال: وان لم ينقطع الدم واستمر راشحا فبالوسطى. يعني اذا قطع الدم يمنع الفتل خلاص، يعني حاط ايده ما فيش حاجه، يبقى ايه؟ يترك الفتل خلاص. اما اذا استمر يبقى فبالوسطى، الامام الوسطى. الانسان في عنده كم امامه؟ ثلاثه، ما عدا الابهام فيه ايه؟ اثنين. الابهام فيه انملتان، اما باقي الاصابع فيها ايه؟ يبقى عندك كم انمله؟ ها؟ 14. لذلك الإمام مالك اجتهد في لما الإصبع فيها 10 من الإبل، واحد يعني قطع إصبع واحد خطأ، يبقى عليها 10 من الإبل، كل أنملة بثلاثة وتلت جديا. فالإمام مالك من ضمن المسائل التي اجتهد فيها برأيه أن أنملة الإبهام بخمس من الإبل، ده واحد قطعها. ليه؟ لأن ما دام الأصابع كلها فيها إيه؟ 100 من الإبل. فيها 100 من الإبل. يبقى هنا الأنملة ثلاثة وتلت. ثلاث جمال وتلت. طب أنملة الإبهام ما دام هو 10 يبقى إيه؟ الأنملة بخمسة. من ضمن المسائل التي نفتح الباب برأيي رضي الله عنه. قال: وددت لو اني ضربت 100 صوت على كل مساله، حوالي 4 مسائل او 5، مع انه اجتهاد صواب يعني لا خطر فيه، لكن هو تمنى ان لم يقل شيئا من رايه رضي الله عنه. واحد يقول: طب خذ اكتب هات خمسه. ها؟ ما دام دي بخمسه من ايه؟ الخمسه دلوقتي ايه؟ مبلغ يعني. في ناس مستعدة لها. عشان ما يبيع الكلى يقول لا أسهل من الكلى. فإن لم ينقطع الدم واستمر راشحا فبالوسطى. هيمسح فين؟ الأنملة الوسطى، يعني يمسح من فوق بس، لكن ايه؟ هيخلي الدم ينزل تحت. وخلي بالك هو مش هيمسح وينزل في الأرض، لا، لازم يكون واحد ايه؟ علشان الدم بس ما ينزلش لتحت، ما ينزلش على الفم مثلا، يخش في الفم، ينزل من الأنف على الفم، لا، هو يمسح بحيث انه الدم يبقى فين؟ في الاصابع، اللي هو الاختضاب زي ما قال ايه في الحديث. اللي هو سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يخرج حتى تختضب اصابعه من الدم الذي يخرج منها.
فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر، وإن زال الدم فيها أي الوسطى على درهم قطع صلاته إن اتسع الوقت. يبقى الأنامل العليا اليسرى لو زال الدم على في الأنامل العليا على مقدار الدرهم لا شيء فيها، لكن الأنامل الوسطى لا يزيد ما عليها على درهم، إن هي رخصة، إن هي يعفى عنها ويعفى عن مقدار الدرهم البغلي كما ذكر الشيخ في باب النجاسات المعفو عنها. يبقى هنا الأنامل العليا أي كمية من الدم لا شيء فيها، لكن الأنامل التي بعدها الوسطى لا يزيد مقدار الدم فيها على ايه؟ مقدار الدم البغلي. فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر، وإن زاد الدم فيها أي وسط على درهم قطع صلاته إن اتسع الوقت. لذلك عدد الدم كثير برضه، خصوصا الانامل الوسطى دي كبيره اطول من الانامل العليا. هنا لو تلطخت باكثر من الدائره السوداء دي يبقى يقطع، الا اذا كان الدم ايه؟ هيستمر لاخر الوقت، يعني الرشح يعني هيستمر لاخر الوقت يبقى هيصلي على حالته التي هو عليها، لانه لا فائده في تاخير الصلاه. كأن لطخه أي كما يقطع وجوبا إن لطخه الدم بما زاد على درهم، وكان بحيث لو قطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة وإلا استمر، أو خاف تلوث فرش مسجد فيقطع صونا له عن النجاسة وإن دون درهم ولو نقطة. وطبعا قطع الصلاة بحيث يرجو انقطاع الدم ويدرك بعد انقطاعه ركعة من الوقت الاختياري، لكن ما دام الدم هيستمر ويصلي على حالته ما لم يخف طبعا ايه؟ تلويث المسجد، فيقطع صونا للمسجد عن النجاسة. أي كما يقطع وجوبا إلا اطخه الدم بما زال على درهم في الوسطى، وكان بحيث لو قطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة. أهم شيء إدراك الصلاة قبل خروج الوقت. كل ده يعني موضوع الفتل ده والأشياء دي علشان إنه هو يرجو أن ينقطع الدم قبل نهاية الوقت. بل وإلا يرشح، يعني لم يكن راشحا بل سال أو قطع، ده الحكم هذه القسم، لأن السائل والقطع حكمهما واحد، بل سال أو قطع فهذا مقابل قولي في الرشح. يبقى الراشح والسائل والقطع، الراشح هو حكم الفتل، حكمه إيه؟ بالأنامل العليا أو والأنامل الوسطى لم ينقطع يعني ويستمر في الصلاة، لكن السائل والقاطر قال هو مخير عنه، فله البناء والقطع إن لم يخشى خروج الوقت وإلا تعين البناء. يعني إن كان الدم مستمر يبقى هيصلي على حالته سائل أو قاطر، يعني هيكمل الصلاة معنى البناء، يعني هو بدأ في الصلاة والدم نازل قاطر أو سائل، وبالتجربة عارف إن هو هيستمر لآخر الوقت يبقى هيصلي
له بالله من لم يخش خروج الوقت الا تعين العادي فيخرج بالنسبه للسائل والقطر كان فيخرج مريد البناء لغسله للعلم السائل والقاطر ده يقطر دم ويسيل ده هيزيد عن دمها كثير طبعا ده في خلال دقيقة هيبقى هيلوث هيلوث الدنيا كلها قال فله البناء وله يعني له ان يقطع الصلاة وله ان يبني عليها يعني هيخرج للغسل الدم يعني هيغسل الدين ويغسل الانف لكن كيف يخرج؟ قال حال كونه ممسكا انفه من اعلاه يمسك الدم يمسك الانف منين؟ من اعلاه ولا يمسك هكذا من اسفله لانه لو مسك من اسفله هيملى الطاقتين دم يبقى حامل ايه؟ نجاسه لكن شوف اهل العلم يعلمك ايه؟ انك انت تمسك الانف من فوق علشان يمنع نزول الرشح او القطر فيخرج لغسله ممسكا انفه من اعلاه وهو مالن يعني هنا كده على اخر المال على اخر الحته الطريق لا من اسفله من الوتره الوتره اللي هي الحاجز بين طاقتي الانف لئلا يبقى الدم في طاقتي انفه فاذا غسله بنى على ما تقدم يعني يروح يغسل الدم وبعدين يبني على ما صلى يبني على ايه؟ ما صلى يعني صلى ركعه وهو جاي من الثانيه بدا نزول الدم سائل او قاطر مش هينفع في الفتل ده سائل او قاطر فبقاؤه هنا طبعا في المسجد هيؤدي الى تلويث المسجد فإذا غسله بنى على لكن قال في شروط عدم غسل الدم ما فعله الصحابة والتابعون يعني سيدنا عبد الله بن عمر فعل ذلك سيدنا عبد الله بن عباس فعل ذلك سيدنا سالم بن عبد الله فعل ذلك سيدنا سعيد بن المسيب فعل ذلك يعني كانوا إذا يعني نزل منهم الدم ورعفوا خرجوا لغسله ومعنى فتوضأ اي غسل الدم وضوء اللغو وليس الوضوء الشرعي فده دليل على عدم نقض الدم للوضوء حتى ولو كان من الانف الشرط الاول كان ان لم يتلطف بالدم بما يزيد على درهم السائل يعني نزل طاقتي الانف لو كتير يبقى كده هيقطع ما ينفعش الغسل خلاص لانه ما زاد على الدرهم البغي مقدار الدم ابطل الايه؟ ابطل الصلاه يبقى عادي يقطع الصلاه ويغسل الدم ثم ينتظر حتى ايه؟ ينقطع وان لم ينقطع صلى على حالته ايه؟ التي هو عليها إلا أن يتلطف بالدم بما يزيد على درهم وإلا قطع والثاني ولم يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه فإن تجاوزه بطلت يعني أقرب ما يغسل فيه إيه؟ يغسل في مكانه الدم لكن لو عدى على مكان قريب وراح مكان بعيد يبقى إيه؟ تبطل الصلاة ويمشي وهو يصلي وللثالث بقوله وقرب ذلك المكان في نفسه يعني المكان الذي يقصد الدم يكون قريبا عرفا لكن واحد مثلا هيقطع يعني عندنا احنا هنا مثلا في المسجد هنا
يمشي مسافة طويلة إلى أن يذهب إلى مكان غسل الدم بعيد. القرب والبعد ده عرفا، يعني مثلا إيه لو المقيضة مثلا بجوار الباب هيمشي مثلا 5 متر أو 10 متر. لكن في الأزهر الشريف مثلا هيمشي 10 دقائق عشان يصل إلى إيه؟ مكان الماء، يبقى هنا يقطع لا يصلح. ولذلك أنا بيقول إيه؟ وقرب ذلك المكان في نفسه، فإن كان بعيدا بطلت ولو لم يتجاوز يعني بعيد. المشي الكثير يبطل الصلاة، ومفهوم ممكن أنه لو تجاوز مكانا لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريبا من نفسه، يعني في مكان قريب ومكان بجواره تاني، لكن المكان القريب لا يقدرش يغسل فيه، لا يمكن الغسل، يعني مكان شرب مثلا مش هيغسل فيه كده، يبقى يجاوز هذا المكان لأنه مخصوص للشرب لا للوضوء ولا لغسل النجاسة، فيذهب إلى المكان الذي يمكن فيه غسل الدم. قال لأن عدم إمكان الغسل منه صيره كالعدم. وللشرط الرابع قال ولم يستدبر القبلة، يبقى احنا عايزين المكان الذي يغسل فيه الدم يكون إما عن يمين المسجد أو يسار المسجد أو أمام المسجد، أو إذا رجع إلى القهقرة إلى الوراء وكان قريبا جائز، يعني يمشي مثلا 5 متر ويخرج من الباب ويدخل، بس بشرط أنه القدمان يكونان جهة القبلة، يعني يمشي هكذا على اليسار ثم يدخل إلى القبلة هكذا، أو يمشي القهقرة إلى الخلف ويدخل مثلا إلى اليمين أو اليسار ويغسل. المهم أن وجهه وجسمه ورجلاه يعني لا ينحرفا عن القبلة، ولم يستدبر القبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت. قال وللخامس بقوله ولم يطأ في طريقه نجسا، لازم يكون ماشي في مكان طاهر، والغالب طبعا في المساجد الطهارة إلى لغاية الوصول إلى إيه؟ الماء. بعدين الصحابة الذين كانوا يغسلون الدم اللي ذكرهم هنا، دول كانت بيوتهم كانت حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كانت البيوت بجوار المسجد النبوي من الجهة القبلية ومن الجهة الغربية، من الجهة القبلية ومن الجهة الغربية، يعني الشرقية والشمالية كانت حجرات رسول الله. حركاتنا بالضرورة؟ نعم حركاته الكثيرة دي للغسل، لا ما هي معجزة الضرورة، الحركات الكثيرة والمشي لغسل الدم معجزة للضرورة، ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون، الصحابة فعلوا ذلك، التابعون فعلوا ذلك. وبعدين لم يتكلم في طريقه للغسل، فإن تكلم على مسهو بطل، واحد قال له رايح فين؟ قال له رايح اغسل الدم. دي الشروط الستة اللي هو للبناء، للبناء لمن سال دمه من أنفه أو قطر فيخرج إيه لغسل الدم ويبني على ما صلى، لكن يعني كيف يبني وعلى أي شيء يبني؟ قال ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت بالاعتدال من سجدتها الثانية،
وأتم بموضعه إن أمكن، وإلا فأقرب مكان ممكن إن ظن فراغ إمام، وإلا رجع له ولو في السن. قال: ولا يعترف بمن إماما كان أو مأموما أو فزا بركعة من صلاته إلا إذا كملت بالاعتدال، قائما في غير محل الجلوس وجالسا في محله من سجدتها الثانية. يعني أن الذي يخرج بغسل الدم لا بد أن يخرج بعد ركعة كاملة، بمعنى أنه صلى أول ركعة ثم سال الدم بعد أن وقف للسالين، سال الدم أو طهر، يبقى ده هو الذي يخرج لغسل الدم ويبني على هذه الركعة. يبقى يخرج لغسل الدم صلى واحد، وإن كان يعني صلى واحد فخرج للغسل ورجع، يبقى يعتد بهذه الركعة وصلاها ثم هيبني عليها. الثاني اللي حصل ده مش هسيبه. نعم، سواء في أول الركعة الثانية أو بعد القيام من التشهد الأوسط في الركعة الثالثة، وكده أدرك الاثنين. لكن إذا خرج للدم بعد الركوع أو السجدة الأولى يبقى يلغي ما فعل، يلغي ما فعل، يعني البناء لا يكون إلا على ركعة صحيحة أو ركعتين أو ثلاث ركعات صحة، بمعنى أن الركعة تتم بسجدتيها أو بالتشهد الأوسط. لكن إذا ضعف قبل السلام يسلم من غير إيه؟ من غير بناء، لأنه طبعا تسليمه بالدم أو بالرعاف أخف من خروجه وغسل الدم ورجوعه مرة كما سيأتي هذه المسألة جاية. ولا يعتد الباني إماما كان أو مأموما أو فزا بركعة من صلاته إلا إذا كملت بالاعتدال، قائما في غير محل الجلوس، الجلوس الأول، وجالسا في محله من سجدتها الثانية. فإذا غسل رجع جالسا إن حصل له في جلوس التشهد الأوسط، يعني أهم شيء يرفع من السجدة الثانية، حتى لو حصل في التشهد يبقى أتم ركعتين. ولذلك لما يجي يرجع، يرجع جالسا ويقرأ التشهد ويقوم للسادس إذا كان فز. لا، يغسل يديه ويغسل مكان نزول الدم. لا، ما غسل التلطيخ ده عاد خلاص، لو تلطخ أكثر من درهم قلنا هيقطع، مش هينفع. يعني لو تلطخ أكثر من درهم هنا في الثوب يبقى هيقطع. احنا قلنا الشرط إنه ما يكونش يزيد على درهم، اللي هو المعفو عنه. فإذا غسل رجع جالسا في التشهد الأوسط إن حصل له في جلوس التشهد، وقائما إن حصل في قيام، يعني قام للثالثة ونزل الدم وخرج الغسل، ويرجع يبدأ من أول الثالثة اللي هي الفاتحة فقط، ويعيد القراءة إن كان قرأ أولا، يعني قرأ الفاتحة ثم نزل الدم، قرأ الفاتحة وصلى ونزل الدم ثم خرج وغسل ورجع، يعيد القراءة مرة أخرى. عندنا في الملكية قالوا ليقع الركوع بعد قراءة، ليقع الركوع بعد قراءة. لذلك في سجود السهو قالوا يعني لو واحد نسي الركوع وسجد، نسي الركوع وسجد بدل ما يركع حسابه ثم تذكر انه نسي الركوع، يبقى قالوا لما يجي يركع
يقول ويقرأ شيئا من القرآن، يقرأ السورة، يقرأ سورة ويركع ليركع ركوعه بعد قراءة. احنا عندنا دايما المالكية بالذات من دون الأيمن، يعني لما يرجع للإتيان بالركوع اللي هو سهى عنه يقرأ شيئا من القرآن ويركع. حتى في السلام دائما نعيد التشهد ليقع السلام بعد التشهد، حتى في سجود السهو. يعني كل الأئمة غيرنا يسجد للسهو ويسلم على طول، لكن احنا في المالكية نعيد التشهد ليقع السلام بعد التشهد. دول مسألتين عند المالكية فقط، كانت الركوع بعد القراءة والسلام بعد التشهد. وكذا إن حصل سيلان الدم أو القطر في ركوع أو سجود أو بعده وقبل استقلاله فيرجع قائما ويلغي جميع ما فعله من الركعة. يعني هو إيه في الركعة مثلا الأولى أو الثانية سجد السجدة الأولى ونزل الدم، يبقى لو خرج لغسل الدم ورجع يبقى ما حدث قبل السجدة الأخيرة يلغى كأنه لم يصلها، كأنه لم يصلي، يبقى الركعة الناقصة تلغى بتلخيص. يعني يبقى لابد من البناء على ركعة أو ركعتين أو ثلاث صحاح. ركعة بسجدتين. فيرجع قائما ويلغي جميع ما فعله. فان كان في الركعه الاولى وجاء النزيف في السجده قبل ان يسجد الثانيه يبقى هيرجع الاحرام من اول، هيبدا من الفاتحه والسوره وكانه لم يصلي شيئا، بنى على الاحرام. وان كانت الثانيه يعني قبل سجود الثانيه حصل يبقى يبني على ركعه واحده، لأن الثانية ناقصة، ناقصة إيه؟ سجد. وده في حالة انفراد. نعم. إذا كان مأموم يعني خلف إمام. أيوه. حاجة تانية. لا هي إيه؟ ما هو هيفوت. هو الفز واحد. هيفوتوا يعني الإمام هيسجد جنب ركعة. أيوه، لكن هيلغي ركعة النقص سواء كان فزا أو مأموما. فرق الغاء ركعة النقص، لا فرق بين الفذ والمأموم. الإمام ده خلاص استخلف وخرج، هو هيرجع مأموم، الإمام يرجع إيه؟ مأموم، هياخد نفس الحكم. مش معقول ياخد يقطع الإمام والجماعة اللي سيسموه. لا لا خلاص، لا الإمام قطع خلاص. ما قال استخلف، الإمام يستخلف، لكن اللي يقطع أو اللي ياخد للدم الفذ والإيه؟ والمأمور. لكن المهم ان البناء يكون على ركعة او ركعتين صحيحة. وان كان في الثالثة بنى على الثانية، يعني حصل النزيف بعد الركوع الثالثة او بعد السجدة الاولى في الثالثة يبقى يبني على ركعتين فقط. وان كان في الرابعة قبل اتمامها يبني على ثلاثة ويركع الركعة كاملة الرابعة. قال وأتم بموضعه، موضع غسل الدم يعني الذي غسل فيه الدم وجوبا إن أمكن الإتمام فيه، يعني ما دام مكان طاهر زي الميضة عنده، أي ميضة الإنسان يغسل الدم ويكمل صلاته فيها، وخصوصا المنفرد بالذات يعني. وإلا يمكن فأقرب مكان ممكن، يعني يرجع ولو إلى أول المسجد، أي مكان طاهر يعني يتم فيه. ده إن ظن فراغ إمام، إن ظن فراغ إمامه من الصلاة.
يعني فإن لم يتم بموضعه أو بأقرب مكان ممكن بطلا. يعني لو علم أن الإمام سلم أو هو فس وحصل عنده الدم وغسل يتم مكانه وجوبا أو أقرب مكان يمكن الصلاة فيه. لكن لو رجع للمكان الذي حصل منه حصل فيه الدم والسيلان يبقى كده مشى كثيرا في الذهاب وفي الرجوع. احنا قلنا الضرورة تقدر بقدرها، المشي ده للضرورة، انتهت الضرورة. يعني هو يرجع لماذا؟ لإتمام الصلاة، الإمام سلم وفرغ، يبقى لا فائدة من ايه؟ من مشيه مرة أخرى. يبقى يتم في الموضع الذي غسل فيه الدم أو في مكان قريب منه يمكن الصلاة، تمكن الصلاة فيه. قال وإلا يظن فراغه، فراغ الإمام، يعني ظن أنه فضل ركعة معه، بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه أو شك فيه رجع له أي لإمامه وجوبا. ليه؟ لأنه من مساجين الإمام، لازم يرجع للإمام، يعني ما ينحلش من الإمام إلا بالسلام. لأنه ممكن المكان يكون قريب جدا، فهو غسل الدم ورجع ولسه الإمام بقي له ركعة أو ركعتان، استغرق ركعة مثلا. أحيانا يكون الإمام بيطمئن في الصلاة أو يطيل فيها، فممكن في خلال الصلاة ركعة من الإمام يلحق الإمام في ركعتين أو في ركعة. يبقى يجب أن يرجع إلى الإمام، لأن ما يجوز طبعا لأن السلام قبل الإمام أو القضاء في صلب الإمام من مبطلات الصلاة، خلي بالك. فهو لو أتم في موضعه والإمام يصلي يبقى قضاء فين؟ في صلب الإمام. ولو أتم بموضعه وسلم قبل الإمام يبقى ارتكب إيه؟ مبطلين، مبطلين، المبطل الأول القضاء في صلب الإمام، والقضاء الثاني السلام قبل الايه؟ الامام. وكلاهما من مبطلات الصلاه، لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فالقضاء في صلب والسلام قبله مخالفه للامام، مبطله للصلاه. ايوه خلي بالك، اصل الفكر ده مبني على بعض مسائله، يعني مرتبطه ببعضها زي الشبكه كده. المستحبات يعني لو فاتت منك او تركتها لا تؤثر شيئا في صحه الصلاه، لكن المهم الا تترك واجبا والا ترتكب مبطلا. يعني ده هو ده اللي ايه؟ النبي عليه السلام لما الرجل صلى وكان لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود ضيع الطمانينه والاعتدال، قال له ايه؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. الخطورة هنا، الخطورة هنا. ولذلك هنا قال وإلا حتى لو ظن عدم فراغ الإمام يرجع. قال بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه أو شك فيه، شك اللي هو مستوتر فيه، يعني يا ترى خلص ولا ما خلص، برضه يرجع. قال رجع لإمامه وجوبا. قال حتى ولو كان يظن إدراكه في السلام. لأنه مرتبط به لغاية لغاية السلام. يعني لو رجع لي في التشهد يرجع إليه ويجلس معه وهو يسلم وهو إيه؟ يقوم يقضي معه.
فإن رجع فوجده قد فرق أتم ولا شيء عليه، لأنه عمل الواجب وهو الرجوع إلى الإمام، الرجوع إلى الإمام. فلو أدرك معه مع إمامه الركعة الأولى كاملة وفي قيامه للثانية رعد فخرج وغسل الدم ورجع وأدرك الأخيرة، يبقى غسل الدم في خلال صلاة الإمام ركعتين الثانية والثالثة، فاتته ركعة. أتى بعد سلام إمامه بسورة جهرا إن كانت جهريا، يعني ركعة بفاتحة وسورة، جهرا إن كانت العشاء، وسرا إن كانت الظهر أو العصر. ركعة بسورة جهرا إن كانت، وجلس للتشهد لأنها ثانية الإمام، يعني هيقضي الصلاة كما فاتته، هيقضي الركعتين كما فاتته، ركعة بفتحة وسورة وركعة بفتحة بس. شوف هيقضيها ازاي؟ يبقى هيجيب الركعة بفتحة وسورة اللي هي الثانية اللي جاله فيها النزيف، ثم يتشهد لأنها الثانية، ثانية الإمام، ثم يقوم ويأتي بركعة بفتحة فقط وهي الثالثة، هو أدرك الرابعة على الإمام، يبقى كده إيه؟ قضى الصلاة كما فاتته. خلي بالك من القاعدة دي، يقضي الصلاة كما فاتته، يقضي ما فاته إنه بفتحة بس أو فتحة وسورة، يقضيها كما فاتته بنفس السورة سرية أو جهرية، ويجلس بعدها. فتته الثانية والثالثة يبقى في تشهد وسطان، لكن لو واحد ما عندوش فكر هيصلي الركعتين بفتحة بس بفتحة وسورة مع بعض، هيهندس طبعا زي ما يعرف خلاص، لكن هذا ليس من الفكر. قال وإن كانت ثالثة، يعني جاءه الرعاف في الثالثة. لا هو هنا بيكمل يقول وإن كانت ثالثة لكن لا يجلس فيها، لأن الثالثة بالنسبة له، بالنسبة للإمام ثالثة، ثم بركعة سرا والتفصيل الإيه؟ المتقدم. يعني إذا جاءه الدم في الركعة الثالثة، إذا جاءه الدم في الركعة الثالثة يبقى يخرج لغسل الدم ويرجع، وجد الإمام في التشهد فيجلس ويقرأ معه التشهد، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة بركعتين بفاتحة فقط لأنها الثالثة والرابعة، ويتشهد ويسلم ويكون قضى الصلاة كما فاتته، قضى الركعتين كما فاتته. قال والتفصيل المتقدم من أنه إن ظن فراغ إمام أتم مكانه إن أمكن، وإلا رجع له في غير الجمعة. يعني طبعا الجمعة لها حكم خاص، بمعنى أنه لو أدرك مع الإمام ركعة وجاءه النزيف في الثانية يبقى خرج ورجع، لابد أن يرجع إلى المسجد، لأن من شروط صحة الجمعة المسجد، فما ينفعش يتم في مكانه بعيدا عن المسجد، لازم يرجع إلى أول المسجد لابد. حتى ولو ظن أن الإمام انتهى من الصلاة،
وجود المسجد ده شرط في صحة الجمعة، بخلاف الأوقات الأخرى يتم في مكانه ولا شيء عليه. كان لابد أن يرجع لأول جزء من الجامع ولو علم فراغ الإمام، لأن من شرط صحتها الجامع. ده مذهب المالكية فقط، صحة الجمعة في المسجد دي من شروط صحة الجمعة المسجد، ده خاص بالمالكية. قال وإلا يرجع للجامع أو رجع ولم يتم في أول جزء منه بل ذهب داخله بطلت. يعني إذا لم يرجع للجامع وأتم في مكانه بطلت الصلاة. يصلي أربع حالات. وبعدين في أول المسجد، يعني لما لم فرغ الإمام يبقى أول المسجد يتم فيه، ما يمشيش لغاية الصفوف هنا، خلاص لأنه انتهى. فالمشي مقدر بالضرورة برضه. يعني يتم في أول المسجد. قال وهذا إذا أتم مع إمامه ركعة بسجدتيه، هذا شرط طبعا أنه يدرك ركعة كاملة في الجمعة بسجدتيه، ويعتدل معه قائما في الثانية. قال وإن لم يتم معه ركعة فيها أي الجمعة قبل رعافه وخرج لغسله ففاتته الركعة الثانية ابتدأ ظهرا بإحرام جديد. في أي مكان. ولا يبدأ على الإحرام الأول لأنه كان بنية الجمعة. يعني لا طبعا الأئمة الثلاثة قالوا أنه لابد أن يدرك الرجل ركعة من الجمعة حتى تكون صحيحة. كذلك الراعف لازم يصلي ركعة ويأتي الرعاف الثاني، لكن بعد الإحرام جاء الرعاف خرج من غسل الدم ورجع والإمام فرغ من الجمعة، يبقى كده يقطع الصلاة ويقيم الصلاة من جديد ويصلي ظهرا. ما ينفعش طبعا يبني على الإحرام لأنه كان ناوي الجمعة. دي المسألة دي تختلف عن مسألة لو أدرك التشهد الأخير في الجمعة. لو أدرك التشهد الأخير في الجمعة يقوم يصلي أربع ركعات ظهرا. ودي فيها اللغز اللي هي إيه؟ عندنا في المالكية يقول لك إيه؟ نوى ولم يصلي، وصلى ولم ينوي. يعني ونوى الجمعة مع الإمام. لكن لم يصليها. يقوم يصلي أربعة، صلى ظهر. وهو صلى الظهر ولم ينوي. ده لغز. لكن شوف الفكر مسلم. يعني هنا في الإيه؟ لابد أن يقطع الراعف، يعني رعف بعد الإحرام في الجمعة. وخرج غسل الدم ورجع ولم يدرك مع الإمام شيئاً أو أدرك معه السلام. برضه يقطع ولا يبني على هذا الإحرام. سبحان الله. لا يبني على هذا الإحرام. وما دام هيصلي طبعا يبقى في مكانه. يقيم الصلاة ويصلي ظهرا في مكانه، لا اشترط رجوعه إلى إيه؟ إلى المسجد. وإن رجع برضه هيقطع ويصلي ظهرا. شرط البناء إدراك ركعة كاملة بسجدتيها. فلو نقصت سجدة كأنه لم يدرك شيئا، هيلغى. لا بناء على ركعة نقص أبدا. ونخف عادة إلى إيه؟ حكم الرعاف حال سلام الإمام واجتماع القضاء والبناء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا